والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يا باغي الخير هذا. السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. ولهذه أول مرة تزوروا القناة أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذا اليوم بناء لطلبتكم أنه نعمل مشوك المعسل على قناة، اليوم يعني لبيت الطلب وراح نعمل لكم هذا الوصفة. بالنسبة للمقادير باش ندير مشوك العسل، كنت سبقت ودرته ديجا مرة لكن على حسب الطلبات تاعكم قلت نعاودو ما كاش مشكل. إذن بالنسبة للمقادير كالآتي، هنا عندي كيلة تاع الكاوكاو، كيلة تاع الجلجلان، ثلاث بيضات، وهنا عندي بيض واحد هذا نحيته بجه كان قاعد لي من الحلوة درتها سابقة. يعني نديرو ثلاث حبات تاع البيض كاملين، وهنايا عندي بيضه واحده للتزيين تاع الوجه تاع الحلوه. عندي هنايا 15 غرام تاع خميره كيميائيه واحده ونص، عندي كاس تاع السكر، هنا راح نزين بالكرز المجفف، عندي 250 غرام تاع الزبده، وهنا راح نخدم ب الكاوكاو إفيلي. ولا ما عندكمش كاوكاو إفيلي تحبوا ديروا كاوكاو عادي. وعندي هنايا عطر الفانيلا، وعندي كذلك مبشور تاع ليمونه، ونطم بالفرينه. نروح مباشره لطريقه التحضير. اذا كما راكم تلاحظوا هنايا الزبده تكون على حراره الغرفه، ندوبها مليح باصابع اليد بهذه الطريقه، شوفوا يعني تجيكم سهله كي تخرجوها بكري من الثلاجه. من بعد ذوبوا الزبده هكذا باصابع اليد. من بعد مباشره راح نضيف كاس تاع السكر، نخلط جيدا حتى يتخلط الزبده مليح مع السكر. اذا هنا بعد ما خلطت مليح السكر مع الزبده، هنا هاني درت هنايا ثلاث حبات بيض تاعي هامليك، ديروا البيض كامل. من بعد نخلط جيدا هاد المكونات مع بعض، نضيف مباشره كذلك هنا المبشور تاع الليمون، نضيف الكاوكاو مرحي يكون محمص، كذلك الجلجلان يكون محمص، انا مرحيتوش خليته باش الواحد كي يحكم هذيك الحبه كي ياكل الحبه هذيك يجي هذاك الذوق تاع الجلجلان. نضيف شويه تاع لافاني ونخلط كامل هاد المقادير مع بعض جيدا. الى حبيتوا هاتجي شويه طريه تقدروا تضيفوا لها نص كاس تاع مايزينا، ولا حبيتوا هاتجي مقرمشه باسكو راح نديروا لها العسل ما ديرولهاش الميزينة وخلوها كيما راهي. الان مباشره نضيف خميره الكيميائيه، هذا النص الكيس تاع الخميره الكيميائيه اللي هو 5 غرامات، ونضيف كيس كامل باش هكذا نتحصل على 15 غرام تاع فرينه. بعد ما خلطت كامل هاد المكونات مع داك الخميرة وكامل المكونات الأخرى، الآن راح نجيب الفارينة ونبدأ نلم العجينة تاعي، ما نعجنهاش نلم فقط حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية باش نقدروا نتصرفوا فيها وما يجيكمش مشوك تاعكم مشقق بزاف. إذا نلم العجينة تاعي ونتلاقاو فيما بعد، بقاو معنا.
إذن هنا بعد ما طميت العجينة نتحصل على هذا القوام، تكون تلاصق شوية، نخلوها لازم تكون طرية بزاف. بسم الله، راح ندير هنا يا كرات، الوزن تاع كل كرة 35 غرام، إلا حبيتوها كبيرة، وإلا حبيتوه صغير تقدروا ديروا 30 غرام. نتحصلوا على هاد الكرة، ونبدأ دوك نكور كامل العجينة تاعي، ونتلاقاو بعد ما نكمل ونوري لكم كيفاش راح نزين هاد الحلوة. ملاحظة فقط بالنسبة للتزيين الفوق كامل، تقدروا تستعملوا حبة الكرز، تقدروا تستعملوا حبات تاع الكاوكاو، وتقدروا كذلك تستعملوا حبيبات تاع اللوز، كل واحد والإمكانيات تاعو. إذا نكور كامل هاد العجينة ونتلاقاو فيما بعد إن شاء الله، تبقوا معنا. إذا هنا بعد ما كورت كامل الحلوة تاعي، واش راح نعمل؟ راح نديرها مباشرة في بياض البيض، من بياض البيض راح نديرها في الكاوكاو، نحطها قبل في بياض البيض بهذه الطريقة، نقطرشو هكذا باش ما يجيش هذاك البيض يلصق في هذاك الكاوكاو، من بعد نرمدها في الكاوكاو إيفيلي. والناس اللي مكافية روحها ونقادر على اللوز تقدر تستعمل اللوز. لازم تقعدوا تلمدوها مليح حتى يلصق هذاك الكاوكاو إيفيلي هكذا، نتحصلوا على هذا الشكل. وتكونوا حليتوا لي كيسات تاعكم في الصينية، لي كيسات يكون الحجم تاعهم ماشي صغير وماشي كبير، باش كي ندير العسل هذاك العسل هذاك ما طيحش كامل في اللاط هكذا. إذا نكمل نجوز كامل الحلوة تاعي في البيض والكاوكاو، ونتلاقاو فيما بعد، ابقوا معانا. إذا هنا كيما راكو تلاحظو بعد ما كملت تحصلت هذوك عندي هذي، ومازال عندي عجينة هاليك مازال ما كملتهاش، بالكم خرجت لي 40 حبة قد قد، يعني كمية لاباس بها، كمية وفيرة. إذا هنا نروح نزين ب حبيبات الكرز هكذا، نقسمها على 4 باش تكفي. نزين فقط بشوية باش ما تسقملكمش، واللي يحب يعني يدير حاجة بطبع يقدر يدير هكذا نص حبة كاملة. إذا نزين كامل الوجه تاع الحلوة تاعي، ونتلاقاو على بعد ما طيب، ونوري لكم كيفاش نعسلها. التعسيل تاعها ماشي مر برك وفراغ، بقاو معنا لاخر الفيديو، راح نوري لكم تقنية رائعة، تدبيرة رائعة راح تخلي الحلوة تاعكم تجي ما شاء الله. اذا ندير الحلوة تاع طيب، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما طيب، ونوري لكم الطريقة تاع التعسيل تاعها. راح ندخلها لفرن ساخن 180 درجة، نحطها طيب من التحت لفوق ما كان لها، باسكو ديجا الكاوكاو تاعي هنا راه محمص الى الملتقى. اذا هنا نروح باش نحضر العسل هذيك. اولا ناخذ العسل، كمية تاع عسل نديروها في كاسرونة باش ندفيوها شوية. راح نضيف لها القليل من عصير الليمون باش نبدل لها الذوق، وما تجيش شغل حلوة معسلة كيما هذوك نديرو بها المخروط الكاوكاويتو، تبدل لها الذوق وتعطيها نكهة خاصة. وراح نضيف لها كذلك القليل من الماء باش تكون شوية خفيفة، ما تكونش ثقيلة بزاف. إذن هذه بالنسبة للعسل اللي راح نعسل بها المشوك، هذه نقطة مهمة جدا. راح نضيف كذلك كمية أخرى لأنه ذا ما تكفينش، ونجيب عصرة ليمون ونعصر جيدا، نضيف لها تقريبا ملعقتين تاع الماء، ونخليه يدفى مليح، ونرجع فيما بعد. بقاو معنا.
اذا كما راكم تلاحظوا المجموعه الاولى هنا راهي طابت، المجموعه الثانيه راني درتها باش طيب. ونبدا نسقي من الفوق هكذا، نعسل الحلوه تاعي، لازم تكون بارده بعد ما دفيتها كما شفتوا، درت لها شويه ماء باش تولي خفيفه، ودرت لها عصير تاع الليمون. الان خليتها حتى بردت، والان نشرب الحلوه تاعي بهذه الطريقه. اذا نكمل الكميه تاعي كامل، ونتلاقاو على مائده التقديم ونوريكم الشكل النهائي تاع هذه الحلوه. بقاو معنا. اذا كما راكم تلاحظوا هنايا مشوك تاعي بعد ما طاب زينته ب العسل، كذلك رشيتو بشويه تاع بيستاش، رشه خفيفه فقط كما راكم تلاحظوا، ماشي بزاف، واللي ما عندوش يستغنى عليه. وكما قلت لكم اللي ما عندوش كاوكاو ايفيلي يقدر يستعمل كاوكاو عادي ويطحنو، واللي لاباس به وعندو ربي يزيد لكم ان شاء الله تقدروا ديروه باللوز ايفيلي ولا باللوز. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم، والا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش علينا بجيم، بارطاجيو الفيديو وشاركوا به الاصدقاء تاعكم. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.